بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله متابعي قناه زينب المغرب. كنتمنى اخواتي تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى تكون اموركم في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم اخواتي واحد الطريقه اللي درقات الحامض تجي واحد الطريقه اللي رائعه جدا، وان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. الى عجبتكم اخواتي بحال ديما ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لهذا الحامض هذا كيف قلت لكم فهو تيجي على الطيبه ديال يعني معسل، يعني داك الحامض اللي تلقاو راه كيعرفوا صحاب مراكش بزاف، هو اللي كيدار في الطنجيات وتيدار يعني تيجي لذيذ ورائع حتى مع الدجاج. كيدير شي حاجه فنه لا في الطواجن ولا في اي حاجه، هذا تيجي على الطيبه ديال الحلاوه وميمطو كيجي محمض يعني معسل، كيقول لي الحامض المعسل. غادي نحتاجوا ليه كيلو ديال الحامض. هذا الحامض هذا اما تناخذ واحد كاسخور ديال الماء تنغليوه مزيان، تنديروا واحد الطنجره نديروا فيها الماء مغلي وتنزلوا يعني تنزلوها من النار وتنديروا فيها الحامض وتنخليوه واحد ساعه ولا ساعتين في المكانه، سينو تنبيتوه ليله كامله ولا واحد يومين في الماء. بالنسبه لقلنا عندنا كيلو ديال الحامض، عندنا 150 غرام ديال السكر سنيده ولا السكر الخشن، عندنا ربعه ديال الملحه، وعندنا واحد ايترو ديال الماء. انا يعني غتشوفوا معايا دايره غير نص ايترو لانني ما غاديش ندير كيلو تاع الحامض كامل. هادوما هذا هو باش غادي تمشي، وغادي تمشيو بكيلو د الحامض، ربعه د الملحه، نص ربعه ديال السكر، ايترو ديال الماء. ندوز على بركه الله طريقه التحضير. تناخذوا الحامض تنزولوا ليه هاد النباته هادي ديالو وتنحاولوا نقسموه على ربعه، وانما ما غاديش نوصلوا حنايا حتى هنايا، ما غاديش نوصلوا حتى للراس، نخليو شويه قابض راسو. علاش تنبيتو في الماء؟ لانه منها تيطلق لينا الماء ومنها تيتنقى الجلده ديالته كترقاق، تبقى الجلده ديالو غليظه كيف ما كتلاحظوا. من بعد ما فلحنا الحامضه علاش قلنا تنبيتوها في الماء؟ لانها الجلده ديالها خاصها ترقاق باش تجينا الجلده رقيقه، ما تجيناش الجلده غليظه. غادي نديروا لها شويه ديال الملحه، الملح نيت يعني غادي نملحوها بهذه الطريقه هذه. هنا كيف ما كتلاحظوا كما درنا السنيده ودرنا مع الملح كنديروا مع السنيده، تنحاولوا نضغطوا عليها بحال هكا، وغادي نزلوها في واحد القرعه. القرعه فاش غادي يعني تكون معقمه، الا كان ديال الزاج تكون معقمه. غادي نحاولوا نبرك عليها انا بحال هكا مزيان بهذه الطريقه هذه، وغادي نجيب يعني كتبقاو غادي نستفها من غادي نحط خيطها، غادي نحاول نستفها ونبرك عليها يعني مزيان قد ما ضغطوا عليها، قد ما ضغطوا عليها مزيان باش تطلق لينا الماء اللي فيها. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي فانايا عمرت القراعي ديالي، وديما تنقول تنبقاو نضغطوا على الحامض كنضغطوا عليه مزيان هكا باش دغيا يطيب لينا. غادي نجيبوا الماء، الماء ماشي اي ماء، اما عندكم الاختيار كتاخذوا الماء كطيبوه بحال غادي نطيبوه ولا ساي كتغليوه الماء وتتخليوه يبرد تماما عاد كتضيفوه، ولا تتشريو يعني الماء يعني الماء الماء يكون ماء معدني هكا كتاخذوه من على يعني من الحانوت. نحاولوا نخويو دابا الماء، هنا كيف ما كتلاحظوا انا مستعمله قنينات زجاجيه ديال الطاء يعني معقمه وديال وعندي يعني ديما هادو اللي كيكونوا ديال الفيلطاج بحال هكا، ما تتخافوش يعني ما غاديش ندير لهم الزيت. الا نتوما كنتو هادو كيكونوا يعني كيتسدوا مزيان كيف ما تنقولوا ديال هاد ديال الصبير يعني كيتسدوا مزيان. الاخوات اللي خافوا انهم يدخليهم الريح ولا شي حاجه، واحد النقيطه تاع زيت الزيتون، نقيطه من الفوق ديال زيت الزيتون غادي تمنع لينا يعني الريح انه يدخل، انه يعني كتعرفوا ان زيت الزيتون كيكون مؤكسد يعني ما تخافوش منه نهائيا. منقيطه تاع زيت الزيتون في القريعات بحال هكا، وغادي نغلقهم ونحتفظوا بهم مده 15 يوم تيكون الحامض ديالنا واجد. بالنسبه للحامض فكتخليه واحد 15 يوم يعني كتخليه غير في البلاكار واحد 15 يوم تقريبا تيكون واجد. هذا الحامض هذا راه تيبقى يعني ملي تيطيب فتيبقى حتى مده عام ما تيوقع ليه حتى شي حاجه، يعني السيده تجبدو وتيجي معسل ورائع جدا. ان شاء الله غادي نوري لكم من غادي يطيب. ما تنساوش الى عجبتكم الحلقه ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد الى حلقه مقبله بحول الله.